كيف تغير حيتان الطقس العالمي؟ أهلاً بكم أصدقائنا في أعرف. من أعظم الاكتشافات البحرية التي حققها الإنسان منذ نصف قرن تقريباً هو اكتشاف السلاسل الغذائية واسعة الانتشار، وهي عبارة عن نظام بيئي حيوي يبدأ من قمة السلسلة الغذائية لينحدر تدريجياً للسلالات الأخيرة، وتعد الحيتان من الحيوانات الموجودة في قمة تلك السلسلة، وهي تعتمد في غذائها على الأسماك بمختلف أنواعها، وتصطاد كميات كبيرة جداً يومياً لتشعر بالشبع، وهذا ما يجعلنا نظن بأنها تقلل من الثروة السمكية العالمية في البحار والمحيطات. فدعونا اليوم في هذا الفيديو نناقش معاً هذا الأمر ونكتشف كيف يمكن للحيتان أن تغير الطقس العالمي. ولكن قبل أن نبدأ، ادعمونا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا نبدأ. يرى بعض الناس حول العالم أن قتل الحيتان سيعم بفائدة كبيرة على البشرية بأكملها، وذلك لأننا سنوفر كميات هائلة من الأسماك والتي تعد من العناصر الغذائية الأساسية للإنسان. فعندما نقتل الحيوانات المفترسة والتي من ضمنها الحيتان، ستزيد كميات الأسماك في البحار والمحيطات. ولكن هل يا ترى تلك الزيادة ستفيد البشرية بالفعل؟ في الحقيقة لا، لا تعد الحيتان قاتلة وآكلة لتلك الأسماك فقط، بل إنها أيضاً تعتبر سبباً أساسياً في بقائهم أحياء، فهي تعمل على الحفاظ على نظام التوازن البيئي بالمحيطات والبحار، ومن دونها سيختل هذا التوازن لدرجة لا يمكن وصفها، حيث تتغذى الحيتان على الأسماك التي تعيش في الأعماق الصحيقة والظلام القاتم، ثم تعود مرة أخرى إلى القرب من سطح المياه بالمنطقة الضوئية، ويتوفر في تلك المنطقة الضوء بشكل كامل لإتمام عملية البناء الضوئي التي تحتاجها الحيتان، فيما يعرفه علماء الأحياء باسم الأعمدة البرازية. تحتوي هذه المخلفات على مادتي الحديد والنيتروجين وغيرهما من العناصر الغذائية النادرة جداً وجودها على سطح الماء، ثم تمتص هذه العناصر العوالق البحرية والتي في الأساس تعيش في الأعماق التي تستطيع فيها النباتات البقاء على قيد الحياة، ولكنها موجودة في السطح بسبب الحيتان. لا يعد تخصيب سطح المياه بالعناصر الغذائية اللازمة هو ما يمكن للحيتان فعله فقط، بل إن انتقالها وغوصها في المياه ثم صعودها للسطح يساعد العوالق البحرية على البقاء في المنطقة الضوئية لأطول فترة ممكنة قبل الغوص في الهاوية، مما يساعدها على إنتاج المزيد منها والحفاظ على التوازن البيئي. في الوقت الحالي، قل عدد الحيتان الموجودة في المحيطات والبحار بشكل كبير، مما يعني أن حركة المياه زادت إلى حد كبير وأدت إلى قلة العوالق البحرية التي يتغذى عليها الحيوانات المفترسة، وبالتالي يمكننا أن نستنتج بأنه كلما زاد عدد الحيتان في المحيطات، كلما زادت الأسماك والعوالق البحرية. ولكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، لأن العوالق البحرية لا تطعم المفترسات فقط، بل إنها تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو وتأخذه معها إلى الأعماق السحيقة التي تصل إليها، ويظل في هذا العمق لآلاف السنين. ولذلك فإنه كلما وجدت الحيتان في المحيطات بشكل كبير، كلما قلت نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. فعندما كانت الحيتان موجودة بأعدادها الطبيعية قبل عمليات القتل المقصود التي حدثت في السنوات الأخيرة، كانت هي المسؤولة عن تخليص كوكب الأرض والغلاف الجوي من ملايين الأطنان من غاز ثاني أكسيد الكربون. وهذا يعني أن الحيتان تتحكم بشكل أساسي في تغيير الطقس العالمي، لأنه ببساطة إذا كانت هذه الكمية الضخمة موجودة في الهواء بالوقت الحالي لأدت إلى زيادة الاحتباس الحراري وحدوث كوارث طبيعية مثل الحرائق وذوبان الجليد في المنطقة القطبية، مما سيؤدي إلى غرق العديد من المدن الساحلية حول العالم، وهذا بالفعل يعد دماراً حقيقياً للبشرية. أظن أننا الآن أصبحنا على يقين
لأن آراء هؤلاء الناس الذين يشجعون على قتل الحيتان لزيادة الثروة السمكية العالمية خاطئة تماماً. أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم. أراكم في الفيديو القادم. إلى اللقاء.